وبعد ما تنفوس معناتها ونعيمه شنو الحديث ولا نحكيو على تشخيص الاصابات يكون تشخيص خاطئ، الاعداد البدني ما كانش كوم الفو، لتست فيزيك معناها نلقاو زوير الذوادي غايث زعلوني ويسم بن يحيى، دونك لهنا فما ان ديسيبلين من مدوز جوال بلا ديس هذا اللي كنت تحكي فيه. أي؟ انا كان جيت ساير في الكلوب افريكان ما يقعد حتى حد مستاف اللي يشرف اللي يباشر المرحله اللي ما فماش مدرب، شو معناتها اش قاعدين تعملوا؟ أي. سامحني انتم مش قاعدين تعملوا ديز جوان وبريباراتور فيزيك وغيره وغيره. اي ملا تعال نرجع للتصريح نتاع كابالي اللي قالوا فيه مجرد ليكيب يعني هو قال لك انا وقت اللي جيت فما الاطار اللي انا طلبت زوز من عندي يعني هنا المسؤوليه في الاخر الدور الدور ترجع للاداره فما تضارب ولا قوي ما عرفش فما مشكل فما مشكل سيدي من العشيقه من الاخر منظر كبير يحب على ديز جوان نتاعه ما قالوا له باش يخدم مع هذوك من الاخر بونتو باستا يتفرض هو المسؤوليه فرض المدرب ايش معناتها ما صار مع كابالي هو قبل ما دام قبل لا تيست فيزيك مش 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 صحيح اللي تقال الشفرات اللي تقالوا ثلاثة لاعبين برك عندهم جاهزية بدنية ناصر يهديك هذا سيت ان ايتا دي ليو هو كي جاي منظر كبير طلب اللي يكونوا معاه دي زاجوان ولا بريباراتور فيزيك بتاعه هو استاذ خاطر يا سيدي وانا ما نجمش نفهم وما نجمش نصدق انه فما اجوان وفما دو بريباراتور فيزيك وفما ناس تشرف وتلقى ليتا فيزيك نتاع ليكيب بالحاله اللي تحكي عليها معناتها ناصر زاد راهو التطور نتاع المباراه والسيستيم اللي مشى فيه في المباراه خليه يضيع انرجي كبيره في الساعه الاولى وما يلقاش فريشور من بعد بالبريسيون بالضغط بالبونتو النول من بعد ظهرت حكايه الفريشور فيزيك سمعتش انت نهار حكيو على الفريشور فيزيك في الكلوب افريكان كذا ما عندي يعني تعليت واهي ما يجبدوش كان الكلوب ترشح عمره من الاخر خلينا نحكيو كارت سور تابل مثال البدوي غايث الصغير العمري ادم قرب مرزه عمر مصابين محمد حمروني مصابين يا دوك اول بلسيور هذه جي عادي اول بلسيور يا اخي انصر ذا مومون ليتوار عنده سبعه على سي سي قداش من جول عادي راهو جروب 24 ضربوا الخمسه سته قداش ليك تسمع بالحمروني تضرب وارتاح قرب الضرب ما عندوش كون باش يلعب بادم الطاوس كان يعرف يعوض فيه حتى مع سعيد السيبي حتى مع سعيد السيبي كانت فما اشكاليه عقد دقيقه 60 كان ديما الشوط الثاني مع سعيد السيبي الفريق ما كانش يكمل بفريش واضح دونك هذا هذا وما نعطيك من الاخر صار ان موفي كاستينغ التالي نعاودوا ونقول انتري موفي كاستينغ التالي لا انا المعلومات اللي عندي يا صادق وتو باش نقولها مثال خليني نتحمس وليدي يا خويا فما ديسيبلين وفما ملاعبيه تقدر واحد ما اكبر من كلوب افريكان وهذه حان الوقت باش الناس هذه تقف في بلاصتها اليوم راهو الملاعب اللي قد روحوا انه اكبر من كلوب افريكان واكبر من جماهير النادي الافريقي راهو ما يلزمش يكون عنده بلاصه واحنا المشكله الايادي المرتعشه اللي ما تنجمش تقول يا خويا اخرج قول ناصر برحمه بيك شكون هذايا اللي عنده 70 سيليكسيون في ليكيب ناسيونال ولا اللي كان يلعب إيه في الاوروب ولا اللي كان يلعب في الخليج وجا رجع للنادي الافريقي دز في كتافه انا فهمتي لو اللي تبدا تقول فما شكون السيد هذا تذكرني خليني نعطيك انا خليني نعطيك بعض المعطيات عطيني يا خويا اللي فما برشا ملاعبيه ومازالوا في اول اثنيه ويعتبروا روحهم هما نقولوا احنا اللي خلقوا الكره في الكوره الامريكان هما الناس ان بوتي باساج ليسبوار انا ردح وانت غلط دونك مازلت تعول عليه يا ولدي في الاخر اللي يهز القضيه الكل المدرب في الاخر انت مدرب لو بروميير ديسيدور لا فيكتوار عندها الف بو والهزيمه يتيمه عندها حيد برك اللي هو المدرب دونك انت كي تخسر اليوم ما تنجمش تلفت يوسف العلمي تقول له ما عملتليش شكرت مونيت يوسف العلمي والاطار الاداري الرياضي نتاعو غلطوا التالي الناس كل راتوا الموضوع تسعه بيفوات وثلاثة أريير سنترو منهم زوز مضروبين وجايين من دي بليسور أريبيتيسيون وما فماش أريير غوش تو سامبلومون وقت اللي جاي باش يبدل يلوم عليك شبيك حطيت بيكورو شبيك حطيت فلان ما عنديش إيه سامحني تو أنت كي تقول لي على الإفكتيف دوك تو في السينيور أنت حاجتك في كل بوست زوز ملعبية ولا لا مينيموم مينيموم زوز والبوليفالون معاك أنت وين بلاصتك كان تحكي على اليمين وعلى اليسار يلزمك زوز في الأكس يلزمك أربعة في الوسط يلزمك أربعة في على اليمين وعلى اليسار في القدام يلزمك زوز نجم ثلاثة في الوسط ينجم زوز دوز هكا هذا الشيما الشيما ليزاير لاتيرو عنده طاوس وحمروني على اليمين عنده عقربي وغيث الزعلاني لاكس واللي صار القد على اليمين عمراني بدوي شريف ليه ليه يا ودي هديك هديك راهو باش تهز شامبيونا باش تمشي بعيد في شامبيونز ليغ لازمك دو توليي فيكس
والثالث يكون دو ميم فالور. اي ما بدايه الموسم ما كانش الحديث هكا. لا لا بدايه الموسم خلينا نحكي الناس الكل نحكيو على احسن كيف وليفيكتيف وليفيكتيف فيه فيه الدوبلور نتاع واحد واثنين. لا ما حكيناش لا في الاكس لا خلينا نخلص مع راي هذوك خلص مع راي تفضل. ليه هذا هو معناه وقت اللي بدايه الموسم كي جينا نحكيو على الليفيكتيف نتاع النادي الافريقي وقلنا اللي هي عندها المنع معناها في 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 جوان فما منع قلنا ان الاداره نتاع النادي الافريقي خذات لي ريكروتمون نتاعها اللي حستها بهم باش تلعب الكاف وتلعب البطوله وتلعب الكاف معناها لي كومبيتيسيون اللي موجوده عنده وعندها الملاعب الاول والملاعب الثاني ودي دوبلو موجودين. لكن تو ولينا نحكي في الدفاع يا سيدي بان نمشيو علميا. رامي البدوي مدافع صلب ممتاز جدا قلب دفاع. أني اليوم مدير رياضي نحط الورقة قدامي عندي 26 ولا 24 ماتش شامبيونات قديش وعندي نقولوا 10 12 كاف وأربعة كوب فينا شي حاج قديش هذوم جاوش 40 ماتش سور اون سيزون باللي بليسور كيل ترين قديش يعمل لك من ماتش ماكسيموم 20 22 بعده عمراني دو ليغامون كروزي دي بليسور ريبيتيسيون قديش يعمل لك من ماتش 20 22 بعده اسكندر العبيدي افيك تو فهمتني ولا لي مانكمون نتاعو باش ما نقولوش دي ديفو باش يخرج لك يخرج لك اكوتي مينيموم 10 ماتش هكا باش يلعب صديقي خفيف التالي باش تهز شامبيونا راهو التالي مش القدام ليتوالي هزت شامبيونا اجلاسي حجره ما يراتيلك حتى ماتش بوغطاس تضرب عمل ليغا مونكروزي فهمني ولا ربي يشفيه في اخر ماتشوات النوالي كيف كيف شارك من الاول الخدامسي موجود العالم كان الخميري موجود لازمك اربعه خمسه توليي نلعب باش ما نخسرش ما نقبلش بونتوات ونماركي الكلوب بنات القدام تسعة مليوات منهم خمسة ذوي فوكاسيون اوفنسيف ومنهم ستة تاكونات والتالي كيفاش ما فارغة جمعية ما فماش اكسيو لارير لاتيرو متاعك لاتيرو اللي عديوهم القدام اكثر ما يعديو التالي أي. الزعلوني كان ينزل على القرص اليوم يولي إلي الحمروني كان ينزل على القرص يولي ريجيسور يولي إلي ما يعرفوش يدافعوا يا رسول الله الكره تتربح بالدفاع فهموها بعد شويه عندنا ماتش بعد شويه عندنا ماتش بعد شويه عندنا ماتش يعني باش نكملوا وغارديان نحب بونتويت لازم نحيا لا سامحني اكبر مصيبه هو الغارديان اليوم سامحني كلوب افريكا راهي الكره جيت تتمركى اليوم هذا كل مرة كل ماتش قاعده تتعاود الحكايه هذه شوف انت لبروفاني شوف قداش ماتش يا ما تدري صعيبه انا سمعتك راه صعيبه تاع دريم زابو بورتون في 9 متر تاع الماتش اللي فاش صعيبه ماشي انا تضمن بالكره في البيناتي ماشي صعيبه يهديك انت ما مشديتش جول ما تدريش صعيبه انا تكنيك ما هذيك اسهل من برشا كره في الحياه خويا على الاخر وفي 9 متر وفي اللاكس رايا سامحني في في كنتي يا ساده بلي جيت سيرتيفيل انا عطيني الماتشات اللي جابهم عز حسن من اللي جا الكلوب تاعو ما فماش حاجه كبيره وسامحني البونتو الاخراني تمركالو سمعني خارج بالطريقه هذيك تحدث في مبيساقي تحت اي سي با نورمال كانك انت ما تفسخليش بونتو تو في بالنسبه لي انا مش قاعد نعمل بيك سمعني شو الفرق بينك انت وبين غارديا عادي انت ماما ما قلناش الشرفي واللي يفرني وش اسمه الاخر كوم سابيل الثالث فرحاتي ليلى في كان من قردين ما قلناش الكلوب عند احسن روليف وينو ليفرني وينو الفرحات وينو الشرفي ها مو الشرفي في من قردين فرحاتي وليفرني فما كان مساج سبيش بالنسبه للمدرب منذر الكبير معلم لاعبيه حاول تحميل المسؤوليات والكلام اللي تحكيه فيه انه في فرض الانضباط وخيره قال اللي راهو اللي مش باش يكون يعطي الاضافه الفتره القادمه بدايه من مباراه نادي افريقيا باش يكون خارج المجموعه تحميل المسؤوليات مباراة نادي الصفاقس سامحني ورسالة شديدة اللهجة من المدرب فما معطى آخر أصدقائك تعمعهم في اللايفات ديما أنا ربيت مشجعين نادي إفريقي قالوا لي شو أنا قالوا لي نظرا للتهش الكارثية كلموني جمعة اللي فات قادرين نعملوا لايفا وبارابا بزحبوا دوك ناقش يقولوا أنا ربيت مشجعين نادي إفريقي بالدوحة نظرا للتهش الكارثية على المستوى الرياضي فنحكيوا عاد على البلاغ والأخطاء المتكررة إداريا وحالة الفوضى العارمة التي يتخبط فيها نادينا العريق على يد أشبه المسؤولين وأشبه الرجال اللي يعتبروه في نص البلاغ بالطبيعة ربيت حبينا نادي افريقي بالدوحه عن تعليق نشاطها لحين تعين جلسه خارق العاده وندعو جميع مكونات النادي للانخراط في هذه البادره حتى يتسنى للرجال تحمل المسؤوليه الذي عجز عنه الاشبه هذا حسب البلاغ كما قلنا عن رابطه مشجعي نادي افريقي بالدوحه عشر نادي افريقي يقولوا عشر جماهير وفي ياسين ما بين تحميل المسؤوليات وما بين ايضا رابطه نادي افريقي تعلق نشاطها تعليقك عندهم ألف حق ناس جمهور نادي الإفريقي ناس فدرد ناس دفعت الغالي والنفيس من أجل الفريق اللطخات المشاكل المنع ناس وصلت نحات من قوة صغارة باش تتعاون الفريق بصراحة ما يستحقوش ديسيبسيون الكبيرة اللي صارت
بطريقه حضاريه، طريقه فيها برشا اسلوب راقي، انك تعبر على الغضب نتاعك وتعبر على امتعاضك، خاصه من الناس المسؤول عن النادي الافريقي، لانه رجالات النادي بصراحه ما وانا ديجا يعني مش بتاتا باش نزيد نحكي ونتوسع اكثر في الموضوع. الكاستينغ والانتدابات، صحيح انتدابات قيمه والناس كل حكيت على رصيد البشري الممتاز نتاع النادي الافريقي اول الموسم، لكن بطول المدة بتتالي المقابلات تظهر فما بقى شوية أخطاء، لأنه الناس اللي بتتر اللي كانت ما هيش ناس فنية، الناس مش الناس الفنية هما اللي قاموا، يعني مش لجنة فنية هي اللي قامت بالانتدابات، بتتر ناس إداريين ما ينجموش يقيموا كوم يلفو، وهنا بدأ يظهر تواكا الإصابات والأخطاء في تتالي المباريات. نتصور أنه هنا النادي الافريقي باش يكون يدفع ضريبه ارتجال او يدفع ضريبه عدم خبره الفنيه نتاع الناس اللي قامت بالانتدابات، ورا اللي بصراحه النادي الافريقي باش يكون في اشكاليه كبيره ومش يتحمل مسؤوليه كبيره في الفتره القادمه. واضح يلا بعد شويه باش نحكيوا على الترجي هذا التونسي اللي فرج على 5 حبه وموصلت الاحتفاظ ب2، وربي بعد شويه يسمع التهم الموجهه الحق، لانه التهم الموجهه فما غضب كبير وكبير برشا من جمهور الترجي، ناس تشوف في رواحه الحقيقه فما احساس بالظلم. جمهور الترجي يقول الترجي راه اقل فريق تم عقبته من قبل مكتب الرابطه الوطنيه المحترفه، الترجي اكثر جمهور كان مثالي خاصة بعد التهديد بالعقوبات بعد مباراة شبيبة القبيل، ما شفناش جمهور الترجي شماريخه ويعمل في المشاكل وغيره اللي صار قبل بتاتر، أقل جمهور الحقيقة كان عمل المشاكل كبيرة، ولكن وكأنه فما يحسوا فما ارسلمون كبير، فما معناها ظلم كبير، فما برشا كلام. أنا حكينا مع برشا من جمهور الترجي تقريبا كانت الإحساس هو بيده نفس الباري، معناها الحقيقة كان إحساس كبير برشا بالظلم، خاصة بعد شوية نحكيو فيه الموضوع بعد نرجع نحكيو فيه فلاش نيوز على البطاقة الإيداع اللي يصدروها في شأن اثنين، مش عارفوا مش كونوا هما بالطبيعة، ما نش سميوا الأسماء، ولكن فما صفات فما حاجات فما معطيات جديدة مش نحكيوا فيها حول هذا القرار. فلاش نيوز ونرجع نكملوا إكسترا تايم. صباح الخير تونس، أبدأ صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي، معايا أنا إيمان ساكوحي من الاثنين للجمعة من 6